اي جوست قص، خاطر عندنا حق كان في ساعة الولاد، جوست قصينا وباش نكملوا مع زبير نسمع فيه يلتحق بينا. باش نسألوه، هي موجود باش نسألوه على الجامعة على المنتخب إن شاء الله. ايوه قلت لي ماكش اوبتيميست دبي. لا مش اوبتيميست، معناه الاسماء تبدلت وحتى مش تبدل على خاطر الستركتور مش كما نحبها. كلام هذا قلت وراه رئيس الجمعيه، مش نقول لكم انتم، معناه نتمنى للاتوال ستركتور صحيحه. مش معناها ستركتور صحيحه، معناه مجلس اداره فيه 8 اعضاء محترمين يحطوا معناها يخدموا على راس منظومه تخدم في التيران، اللي هي مدير رياضي، ستاف تكنيك، ما الى ذلك. وكل واحد عنده الدور نتاعو. الناس اللي الفوق تاخذ القرارات وتدرس القرارات وتاخذها، تاخذ الديسيزيون. الناس اللي لوطه هي اللي تنفذ، كيما في الجمعيات الكبار الكل. نجيك نقول لك انت ديريكتور سبورتيف اليوم ما نجم نعطيك كان 100 مليون في البيريود ترانسفير هذه. هذه امكانيات الجمعيه. داكوردو، وبادجت واضح. ما عادش عندي هذه، هذا فلان مخلص وشوف فلان مخلص. مجلس إدارة يوافق على الماس سالاريال، يوافق على ريكروتمونات، يوافق يدرس قضايا. علاش احنا عندنا 10 قضايا في كيفاش نتعامل مع الوضع الفلاني، كيفاش نتعامل اليوم مع كورونا، كيفاش ليكيب تخرج من الكريز هذه، كيفاش اون مهم. بلانيفي، كيفاش اون بلانيفي نكبروا بالكلوب. اليوم اونيا 4 من المئويه نتاع ليتوال. كان جا عندي مجلس اداره راهو يفكر في الحاجه هذه. اما نحن اليوم مالوريزمون بور نو ليتوال، معناها الرئيس يدفع في الفلوس، دونك هو اللي قرر، دونك هو عنده برشا مشاكل ومشاغل شخصيه وبزنس مان وعنده افرياته وفي السياسة. هذه العيب اللي أنا ما نبطلش نقوله، ما نجمش ما نقولوش، خاطر جمعيتي نتمنى لها ما خير، مش من خير منه كشخص، لكن نجم يكون في مجلس إدارة، نجم يكون في مجلس إدارة. والكرة اليوم بزنس وتنجم بزنس، أما تنجمش تكون أنت الفاتق الناطق اللي يعمل كل شيء، اللي يخلص الخدام واللي يخلص الجوار واللي يخلص لونترنور واللي يجيب الريكروتمنت هذا في واللي الجمعيات يفسر. الكل زبير، متعلق حتى قانون الجمعيات انت تو نحكيو على ليتوال، سالتني على ليتوال، بالضبط. هاي فماش حاجه في قانون الجمعيات. اللي اسلام قصدي معناها استنى انه القانون استنى كامل استنى لازم يتبدل باش يولي هكا معناها. لا 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 لا، شكون اللي عمل مجلس اداره وقالوا له لا القانون ما يسمح لكش؟ هذا شان داخلي. انا نجيب مجلس اداره في ليتوال من ناس ستاف نتاعي، يعني نفكر على خاطر ديما احنا عندنا في فكرنا علاش ما تشدش ليتوال. ودي شادين لي توال، ما يلزمش واحد يعرف يلعب الكوره ولا يعرف يفكر في الكوره، زي ما واحد يفهم في الفلوس، زي ما واحد يفهم في القانون، زي ما واحد يفهم في الاداره. فهمت من صحيح. منظوري الشخصي؟ السيد هذا مش موجود، لازم يكونوا برشا اسياد مش سيد واحد. هذيك علاش نقول لك التفكير الصحيح مجلس اداره، ومش هو اللي يقعد يحضر لونترينمون باش يحل المشكل. تو رئيس الجمعيه يحضر باش يحل المشكل، تراه في برشلونه، تراه في مستحيل. ريال مدريد، خي توا هو شوف بعد علينا شوف نتبعوا. ما انا القاعة باش في نتبعوا المدينة فيهم، مفتوح للجماعي. فاش نتبعوا فيهم؟ ما يمشيش الاستاد، نهار اللي يمشوا الاستاد يصوروه، نهار اللي يمشي يسلم على الملاعبيه في الصالون تيفيستي ريت ما يدخلهاش. كان وقت يهزوا تيتروات يدخل البريزيدون يتصور، ولا يدخل مع جوار او عمل 200 ماتش او عمل 300 ماتش يتصور معاه الرئيس. ما نحن الرئيس في المان كورونت، والرئيس يطلع للاربيتر ويعيط مع الاربيتر ويحكي مع الاونترنور ويدخل الفيستيريت.
لا نحكي لك مش خاص برئيسنا توا، برشا اي اي رؤساء. فاهمك فاهمك اي هذا سي ان فينومين، معناها وقع كيف ما في كيفاش تونس. المنظومه، كيفاش الامور لازمها تكون احسن. عندي انا الرئيس مفخم ناخذ قرارات الكبيره، بعدين مش يخلص اللي يخدم اللوطه وكل شيء، عندي ناس في الاداره، اي سورتو عندي ان بيدجي. علاش الناس كل مديونه؟ علاش؟ خاطر سي دو لا موفيز جيرونس جيستيون، باردون واللي جيستيون. يجي واللي يجي واللي يجي يخدم ويخلي الكريدي للي بعده، يقول لك اللي بعده يخلص. ما هذه مازلنا ما وصلناش للي بعده، احنا نوصلوا في اللي يخدم، اللي يخدم يخدم على قاعده وتخدم اون ايكيب، وان ايكيب نسبه الغلط صغيره على واحد، واحد ينجم يغلط برشا. اون ايكيب يصلح بعضها، اللي ما يفهمش في القانون واللي يفهم في القانون، دي كوميسيون، كوميسيون جوريديك فيها ثلاثة أربعة محامين وقاضي، كوميسيون ميديكال فيها ثلاثة أربعة طب محترمين فما اللي شوية في ياخذوا. الاسبيرونس هذا. لا ما نعرفش الحقيقة، ما في الإتوال كانت فما في السيستم لو كومي لي كوميسيون، مي بعدين كي حسوا اللي ما فماش لو ريسبي لي ديسيجن تاعهم تفرتوا، كيما ميديكال جوريديك الفينانسي دي زيكسبير، تعاملت شوية في الإتوال. أما علاش قعدت الكل هكاك؟ اخذت كلها ترجع اللي عملوه الكل يرجع ديسيزيون فيه الواحد، جرايت تعملوا اللي تحبوا انتوما وما يساعدنيش. اما انت كي عملت لتوال كي دي ريكروتمون ديرنييرمون كيما كوليبالي، تو ريكروتمون مش يولي لونفير، مش يولي لونفير على خاطر تعمل سور دي كو دو تيت وسير كده ما 900 شفناش دولار حاجة كبيرة لتوال. معناها. يا دي كذبه، دي كذبه قدام بغداد بونجاح وقدام كادر كايتا كذبه، لا بعيد بعيد قدام دي برشا. زاتاكو اخرين جاونا. نحكي لك تي هاونا جو على البنك تو نتاع العريبي، ولا العريبي يلعب هو على البنك. لا فالور اللي تشري بها تبيع بها ليتوال، مش تشري بها، هذيك ديجا الغلطه الاولى. صحيح علاش لي ديسيزيون كي يتاخذوا يدرسوا كي يبداو اربع خمسه من الناس؟ يعني مش موافق نشري ب 900000 دولار، منين مش نجيبهم الساعه 900000 دولار؟ وكيفاش تورط الجمعيه في دي ديسيزيون هكا؟ وشاكت تشكيت الاهلي ديجا صحيح، مثلا شكيت الاهلي صحيح في موضوع كوليبالي، منين مش نجيبوا الفلوس؟ لا منين في اصلا الوضع اللي احنا فيه توا؟ فما حضر اللي فما واقع متفاهمين معنا اللي تولي لازمها تخلص الاهلي معاه الحق على طول معنا. بالطبيعه سي دي ما عادش قلت لك، يعني دي كوميسيون جوريديك ما يخليوكش تغلط في الاخطاء الجوريديك، ما يخليوكش تغلط في الفلوس، جماعة الفلوس، ما عنديش فلوس، ما نجمش ندفع فلوس، ما عنديش، احنا اليوم ندفعوا في فلوس ما عنديش، احنا اليوم المصاريف اللي نعطيو فيها علاش نجيبوا زوز جزيرية؟ يلزمهم يكونوا على الأقل، على الأقل باش نجيب جزيرية يلزم يكون خير من فراس بالعربي، وخير مثلا من داروين جونزاليز اللي كانوا يلعبوا عنا القدام والحناشي وكذا كذا، على خاطر ما عندناش الفلوس، ولا خير من حمزة الأحمر اللي عندك ولدك وبين يديك مثلا مش وما تنتدب عادش باش تستعمل تنتدب فيه. اي والبولي الاخر اللي عندي لازم الساعه نفع الجمعيه مش نتاعي، هما ندفع لهم ماني في الشهريه، هما باتريمون دي كلوب، لازمني نبيعه ونفع الجمعيه تفهمك. ونتصرف ونقعد ديما تبدا فما كوميسيون، نقعد ديما فك البيجي نتاعنا 500 دينار مثلا ما السالاريات، شو اللي دول تدفع في مليار وشويه ما السالاريات ونمشي نجيبه. عندك انت المداخيل هذه باش نحكي لك كيفاش اونجير الاغلاط، كيفاش ما نعملوش الاغلاط الكبيره هذه، فهمت شو ايوه قصدي؟ هذاك زبير، انت حكيت على الملاعبيه، تشوف الافكتيف الموجود اليوم، قولوا نهايه جيل في الاتوال ولا لا؟ مازال عندهم ما يعطيهم الملاعبيه هذا. خير مزال تو تقول مرتضى بن وناس تقول نهايه جيل لا نحكي كيفاش مثلا كيبدا؟ على ياسين، عمر جمل، بلبولي، لا حناشي. معروفين حسابيا معروفين، اما ريت علاش قلت لك يلزم دي ديسيزيون يتقراو، مش اني وياك نتناقشوا، تكون كوميسيون تناقش لي استراتيجي هذوما، السؤال يتطرح في كوميسيون ونقولوا مثلا صحيح. يفا فالوار شوازير ان ليدر يقعد في ليكيب باش ما تفرغش ليكيب كاريمون. هل مازلت نجم نخلي عمار؟ هل ياسين مازال نجم يعطيني؟ قداش نجم يلعب لي من ماتش؟ هل البلبوري ان تونك ليدر من الكاش هو اللي لازمنا؟ جو بريفير ان كابيتان يكون في التيران وقريب بور كادري الصغار، نجم نبني على مرتضى، نجم نبني على صدام، على بوغطاس،
لا باساسيون، كيفاش نعمل ستركتور نتاع ايكيب جديده. علاش قلت لك 96 سي عثمان سان كونيسور سان كرون ميسيو، نقول ان كرون ميسيو، اني عاشرته ونعرف كيفاش عمل ليكيب نتاعنا احنا 96، كيفاش لقطهم بالواحد بالواحد، وفيهم الصغير وفيهم الكبير. خلى الصالحي بوقديده بايع وبنى عليهم وبدا يركب في البازل بينات باجنبهم، عرفته؟ باش فهمت. نقول لك كيفاش تكون كونيسور وتركب ايكيب. ما نحن لتوا اليوم عندنا 6 7 8 ايترونجي، علاش؟ بار اكزومبل ما نغزرش على الكاليتي، نقول علاش عندنا 7 8 ايترونجي، احنا اوني كابابل باش نخلصوهم ككلوب تونيزيان في الوضع اللي فيه لتوا، باش ما نسمي حتى حد. اسكو سي من المعقول ان نخلصوا 8 ايترونجي واحنا نستعملوا 3 4 ماكسيموم 5، عندنا اوموان 3 زايدين اللي منهم نوتامون كوناتي. معناها نحكي لك معناها، فهمت سلام؟ مش نحكي لك كي نقول لك يعني واحد واحد ينجم يغلط وزوج ينجم يغلطوا، اما ثمانيه مارش تاع الغلط ولا صغيره برشا في اقل. الاتجاهات الكل، على خاطر وانت الجيرونس عملتها بتاع دبي غادي، الجمعيه عملت كوميتا كبيره. كي خدمت شويه عيطولك. يا دي ما مش لازم نحكي عليها البريود، على خاطر ممكن من الاسباب الكبيره اني عملت استراتيجيه كبيره، هذيك من الاسباب الكبيره اللي ما تساعدش برجوليه، ما تساعدش برشا ناس في الوقت هذاك، لا اللي خرجوا لا اللي قاعدين، عباره اللي قاعدين مش في كلهم النجوميه، واللي خرجوا مش تعمل حاجه ما عملوهاش من الاخر. معناها نحكي لك هذيك ايتا دو ستريم تاعنا توانسه، راهو ما جبت حتى شيء من عندي، معناها سي كوم سا مالوريزمون سي كوم سا. اما نوريك ونقول لك اللي عندنا بارشا عندهم في مخاخهم، كيما في لي دومين الكل ديجا في تونس، اتونسيون كيما في لي دومين الكل. هل هذا اللي نحكي لك عليه ما يتعملش في تونس؟ ما ينجمش يتعمل في تونس. هل اللي نحكي لك عليه مش احنا مغرومين بالبي اس جي وبالريال مدريد وبالسي ميلان وبالانتر، ما نجموش نعملوا على تونيزيان اللي يعملوا فيه هما؟ نجموا نطبقوا في تونس نظام دو تاع جيستيون احسن برشا من اللي موجود توا في صحيح. كل شيء، في الكوره فوزابل على الاخر على الاخر، واقل مصاريف برشا، ايكونومي اقل مشاكل. عندك ثلاثه قضايا في المحكمه، جوالات يروحوا هكا يسالك قداش من جوار فلوس. اليوم كان دنيا موظفين صغارك اللي ينظفوا في اللوكال ويغسلوا في الدبش وكذا كذا، يدوكم حتى قدام ربي يخوفوا كي تاكلوا في فلوسه، صحيح. عرفت؟ هذه حاجات لازم تكون ما نلعبوش معاه، هذه فيها بيجي، هذه هما واللي يتكلفوا يجيب عليها 10 فضل ملايين بي في اس جي العام ما لعبوش حتى سكوندا، فاهم؟ بلال المحسني جاء قعد خذ فلوس ومشى، ومش يربح قضيه بزوز مليارات على ضد ليتوال، يعني على خاطر عنده الحق كونتراتو نتاعو فيها كيك. نحكي لك ما مش في نلومه الاشخاص، خلينا من شرف الدين وخلينا من الحكايه هذه، اما نحكي لك على لو سيستيم دو جينيراسيون دو جيستيون استراتيجية تاع معناتها. ان جران كلوب. لا واضح دي بيجي، الاكاديميه عندها بيجي والصغار عندهم بيجي والاداره عندها بيجي، ما عادش يخدم في الاداره محامي ولا كاتب عام بلانتون على رحمه الوالدين، هذه تو عندهم مده يخلصوا في الاتوال في الناس، عرفت؟ لو بيجي واضح، عندي 20 مليون اللي هنا، عندي موظفين يتكلفوا لي 50 مليون، عندي اكاديمي لازمها 150، نحط الفلوس هذه على جنب ولا نجيب الفلوس هذه بطريقتي، كان بعت جوارات، كان عملت سبونسور، كان بالطريقه اللي نقدر عليها، ونولي نفكر باش نفضل، باش نعمل بيوس اخر للصغار، باش نعمل تانا اخر في البلاصه الفلانيه، باش نعمل ان انفستيسمون ايور كيلكو بار. معناها مش فقط جيستيون وبروغراماسيون وبرمجه واللي تحب انت، وكيفاش نكبر الكلوب، وكيفاش عندي مئويه بيانتو، هذوما الكل حاجات مش يعملهم واحد بركه، ويزم يفكر فيهم واحد بركه، ويزم يصح عليهم واحد بركه، ويدفع عليهم واحد بركه. عليه صحيح. عليه، فهمت شو القصد؟ فهمتك دونك فهمتك. تحت استراتيجية كاملة انت بتاع الجمعيات وبتاع كيف معناها. مش مع واحد برك، مع ايكيب معاكي. دو ريفليكسيون وايكيب دو براتيك، وناس في التيران، واحد مسؤول على الاكاديمي، واحد مسؤول على ليكيب بريمير بروفيسيونيل، عرفت؟ ديريكتور سبورتيف، عرفت؟ وكل واحد عنده تاج. ديريكتور سبورتيف تحطوا لو بروفيل دو لونترونور، هو يتحمل مسؤوليته يجيب لك لونترونور. نحب واحد فورماتور، نحب واحد ديكسبيريونس،
نحب واحد فيس عن هز تيترويت يعمل ليكيب. انت كاداء كمجلس اداره تحط ستركتور، انا كمدير رياضي نقدم لك تروا بروبوزيسيون نتناقشوا، خاطر فما كيما صار برشا اختلافات، فما اختلاف على الكاليتي، فما اختلاف على مشاكل مع او سمعت عليه عنده مشاكل مع المسؤولين لونترونور هذا، الاخر يقول لك لا العام سبنا، الاخر يقول لك لا ما نجمش ندفع له الفلوس هذا ويتكلف عليا غالي برشا، فهمت كيفاش؟ دونك هكاك كي نتناقشوا في كل شيء ونلقاه حل تعطيني ان بيجي نيغوشي معاه السيد، لي ديمارش يكونوا واضحين وان كولابوراسيون. اعطيتني الفوفير في اسلام المدبه، اعطيني لو بيجي، اعطيني لو بيجي 200 مليون سيدي، 200 مليون في العام نعطيك 150 ونبداو نيغوشيو نوصلوا في الاخر ال 200 مليون سي لو بيجي اللي اعطيته لي مجلس الاداره. فهمتك ما نحكي لك هذا راهو اتونسيون، راهو النادي الاهلي المصري فيه مجلس اداره اتونسيون فيها 12 عضو صحيح، وعندهم خليه ريكروتمون فيها ثلاثه سامي ما يعرفوهمش 90% من الشعب، وهما اللي جابوا علي معلول، هما اللي جابوا ازارو، ناس ما يعرفوهم حتى حد، هما اللي اقترحوا اسم علي معلول، كوميسيون تاع ثلاثه من الناس في الاهلي المصري وما ادراك، والاداره تبعتهم ومشات جابت علي معلول، وشيخين بيه بتيتر مش يتعدى دونك كان يكمل يهز الشامبيونز ليج تو يتعدى احسن اترونجي تخلي النادي الاهلي. صحيح. عبور تدير معناها كيفاش، ما هيش بدعه معناها مش نعملوها احنا اكاهو، معناها فهمتك. ناس تعرف تفكر وتعرف تخمم. انا نحب نحكي شويه كوره زبير، تفضل الاسبيرونس عزيزي اليوم تفضل. غابه في الكلاسمون، هل الاسبيرونس افضل من الناس الكل اليوم؟ بلو ستابل من الناس الكل بصراحه، اسبيرونس رغم اللي عملت اصعب حاجه اللي هي بدات تبني ليكيب جديده، فرغت القديمه وبدات تبني ليكيب جديده، ونعتبر اللي عملوا غلطه كبيره في الكونتيتي نتاع الجزيرية، كميه كبيره برشا، معناها كان ممكن ثلاثه اقل ولا اربعه اقل، النص كانت تكون معقوله بالنسبه لاسبيرونس حسب رايي، اكثر من لازم الجزيرية، خاطر ساعات يولي لك نويو مشتوت في قبيل، في قبيل بعد من العام الثاني الثالث يولي نويو بالحق نويو، وتولي عندك ان كونفلي كبير مهما كانت الميتريز نتاعك راهي تلقائيه سبونتاني، يتلموا ويقعدوا يحكيوا مشاكلهم نفس اللغه نفس البلاد كذا كذا، راهي سي تلقائيه يعملوها لي جرون كلوب ديما جينيراسيون، يعمل لك ثلاثه اربعه من نفس البلاد باش يعاونوا بعضهم وينجحوا، دي بريزيليان سورتو في ريال مدريد في برشلونه يجيبوا واحد بور ابويي ان اوتر، ماسيرانو قاعد يلعب في برشلونه يجي ثلاثه ولا اربع سنين زايدين حرام زقوا بور ابوي ميسي، والناس الكل تعرف صحيح. الكلام هذا اللي هو اللي يخرج صحيح. مع ميسي، هو اللي يمشي يتعشى مع ميسي، هو اللي يمشي حداه للدار، وهو اللي يقعد معاه، وهو اللي بالحق معناها وقتها اوبجيكتيف واضح وصريح، حتى في برشلونه يعرفوها الناس الكل، اليوم ما عادش فيه وما عادش ينجح، ولكن لازم يقعد على خاطر ميسي اللي اليس افيك لوي، كما صارت في زيدان مع ديوغاري وكذا كذا، فما جورات يفرضهم عليك الواقع، بور ابوي ان جرون جوور يحب حد مع جنبه صاحبه يبات معاه ويقعد معاه ويلعب لك، وهذاك يعطيك شيخ والاخر غصبا عنك موجود. اما نحكي لك على الفينومين هذا نتصور اكثر من لازم، هذا رايي، اما بلو ستابل اداريا حمدي المد بشدد الامور بيد صحيحه، يحب جمعيته يفور يسير، يحب يهز الالقاب زاده هو من حقه، دونك يسكري فيه برشا حاجات، ساعات تجي عليه بريسيون على لونترونور نحي صغير كذا كذا، اما يعرف اللي الا بوي بالكدا بما انه ماشي معاه ويهز في تيترويت، وبيان سور اسبيرونس بروفيت كوم توجور من الضعف نتاع الاخرين والمشاكل نتاع الاخرين، ما ترحمهمش الاسبيرونس، تاخو انا افونتاج كبير والناس كل توا قاعده اجري ما تلحق على الاسبيرونس. المستير اليوم عامله سيزون اكسبسيونيل بصراحه، مع تحيه كبيره للاتحاد المونستيري بصراحه، قاعدين يعملوا في حاجه خرق للعاده. تشيخ كوره لو يكوروا يكوروا، تفرجت فيهم تشيخ كوره يكوروا يكوروا، مش معناها كلي وليد صدفه، لا ايكيب بوز لو جو وتكور وتلعب في كوره مزيانه، معناها نحبوها كيكة، عرفت تحبوا جمعيه كيكة، مش عشرة وجول ويضربوك بكونتر وكذا كذا، لا تحسها مستير تكور في كوره مزيانه برشا. فما جواب عملته في ابو ظبي،
وقت اللي جاوبت نتاع الوداد اللي استفز شويه الاسبيرونس ما تعاودناش هكا شويه تدافع على الاسبيرونس دبي. مش ندافع على الاسبيرونس، اما اخلاقيا الموقف اللي قلناه احنا اني وخالد بيومي قلنا ايش دخل الاسبيرونس في الكلام هذا؟ ممكن كان جا واحد من الاسبيرونس وقال الرجاء جيب لي الوداد ونربحها من غير فار، وقلنا له معيب، معناه مش محلها من العرب هذه. بالطبيعه اني تونسي يربطوها الناس الكل باني ندافع على الاسبيرونس، وتونسي كان ما دافعش على الاسبيرونس راك خابكش باهي، عرفت؟ ماني قلت لك انا موقفي غادي ايتواليست، هاني بكيت على الايتوال من غير ما نشعر. في موقف نتاع هذاك مش محترم، قلنا له عيب، تعرفش ايش دخلها في الموقف هذا؟ عملت حاجه جدتك الترجي جات على حالك، قال جيب نلعب الترجي حتى بالفار، معناها بطريقه نتاع تمسخير. اي نعرف ريفاليتي بين هو ايتوال ولا غيره ما تمسخرش على العالم. وحدة ريتواليست يكون في بلاتو يستحليها، معناها يقول لك شي يهمني انا. في تونس ممكن نقول والله اذا هو كيكا ما يهمنيش، ماني في موقف مانيش في تونس، فهمتك. وفي موقف يلزمني زاد نكون محترم كما قلت لك، معناها ما نجمش واحد معناها يتكلم بالطريقه الاستهزائيه على غيره واللي غايب واللي مش داخل في الموضوع ويحشيه في الموضوع ويتمسخر عليه. قلنا له ليه؟ حتى بيومي قال نفس الكلام، راهو خاطر احنا ما نجموش نسكتوا، خاطر نعرفوا اللي احنا نتحاسبوا كان نسكتوا، يعني كان سكت بركه ممكن يقول لك هذاك التونسي بيه عليه. صحيح على خاطر ما دافعش وما تكلمش وما قالش كلمه حق، مش حتى دافع، قال كلمه حق. هي مش دفاع، بتتر كلمه حق اكثر منه دفاع. ما مش دخل اسبيرونس، تو انت تلعب الوداد تحط في القرعه مع ايكيب اخرى. واحنا في القرعه نحكي ورا. اي في القرعه في التراس. نتاع بلاد عرفت؟ قلنا له راه عيب ما يجيش هكاك، احنا في قناه عربيه ما يجيش. اش قالك في الاصابه بين زبير لا استنى 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 هاو دالي صاحبي يقول لك حتى خالد بدر دافع على توا وسفري في البطوله العربيه. صحيح. اما تونسي في ابو ظبي قال اني مانيش نسيتي للنجم الساحلي، نسيتي تونسي ونحب الهلال يربح، وبدر قال لي نسيو الانتماءات البدر نتاعنا. لا لا مش لا مش معيز ولو طار وعاد، ما نجيش على جمعيتي، انا قلت لك يعني. اما وقت اللي نوليو في الغير المعقول صراحه نتكلم، انا ما نسكتش. بار كونتر هاو الغلطوين، وقت اللي تتغاض انت، وقت اللي يقولوا عليك الكلام، وقت اللي انت تقول ثاني اسبيرونس ما لعبتش مليح، وقت اللي هي اسبيرونس ما لعبتش مليح، كيما وقت اللي خرجت من ليكيب نتاع مصر هذيك، المصري البورسعيدي ولا ما نعرف شنو. اسبيرونس ما كورتش كيما العاده ولا ما كانتش باهيه، ما عندكش الحق تقول مش باهيه انت، ايش دخلك فينا؟ ما يقبلوش منك. فهمت هنا وقتها سبيتش اسبيرونس، يعني نحكي على ماتش نتاع الكوره وبرا عادي يا معلم، ايش دخلوا فينا؟ واحكي على جمعيتك وما تحكيش على جمعيتنا، فهمت كيفاش؟ وقت لاني نخدم على روحي بار اكزومبل. زبير اش قالك في المشاده اللي صارت بين زياد وشكري؟ ظهري ما تنجم تقول كان زياد وشكري، معناها يعني كل واحد يلوج على جمهور بتاع جمعيته باش يحطه من جهته، ما نلوم حتى حد، ولكن كل واحد يتحمل مسؤولية كلامه. عرفت انت شنو رايك في الموضوع اللي طرحه زياد وقت الاسبيرونس؟ خذيت حاجات مش من حقها. شنو رايك انت توا سلام بالكلام هذا؟ نسال فيك. لا تعرف انت كي تسال فيا، الناس كل تعرف راهو زياد قال حاجات صحاح راهو، ما نجموش، اما بوتيتر الطريقه اللي قالها هكا اجريسيف شويه، عرفت؟ اما بيريود ما تعودناش نسمعوه في البلاتوات هكاك، عرفت؟ هكاك معناه تجيب وراها برشا مشاكل، معناه كي يقول زياد حاجه يجيب وراها جمهور اللي يحب الكلام هذاك كله، راه مش كان جمهور ايطوال، اتونسيون رد بالك. صحيح. برشا جمهور اخر تاع جمعيات جاوا ورا زياد على خاطر يحبوا يسمعوا الكلام هذاك. عرفت؟
وبرشا ناس تمن بالكلام هذاك، وبرشا ناس تعرف اللي فما بارتي كبيره فيه صحيحه، وحتى كي تسالوا برشا ناس قالوا لي بارتي صحيحه كبيره صحيحه. تبقينا المنتمي للترجي بيان سور ما ينجمش يقبل الكلام هذاك، طبيعي جدا صحيح. باش يقول ما ينجمش يقول الكلام هذاك. انا كيتواليست بالطبيعه يهمني برشا انه ما يتقالش ليتوال خذات برشا تورات مش نتاعها، وهذا ما تقالش اتونسيون رد بالك، هذا ايش يهمني في الموضوع كيتواليست؟ عرفت الحقيقه يهمني برشا، معناها كيتواليست انه ما ينجمش كل ما ناخذ تيتر ناخذوه بدمه. والناس كل معناها ما جاش حد قال والله ليتوال هزيتو كتيتر الفلاني حرام زقوم ولا حايلته ولا جات بيريود في تونس والناس كل نعرفوها وكذا كذا، ومن غير ما نتفلسفوا عليها برشا ومن غير ما نكذبوا عليها برشا، اللي طغات اللي صار فما طاغوت، وحقيقة حتى الترجي يعرفها. أما تبقينا ما يقبلهاش وما يحبش يقول على خاطر جمعيته، خاطر عنده الانتماء، دونك تفهمها من الناس الكل هذه. ما عرفت يعني هزيت وانت دبر راسك ما يهمنيش فيك. ولكن فهمت. جات بيريود اللي بالحق ما عادش فيها عدل في تونس، معناها وبون الله غالب صارت، ما نجموش ننكروها وما نجم ينكرها حتى واحد، حتى المكاشف ما نجمش ينكرها. اما مالوريزمون ما حبيتوش كان صار الحديث برجوليه، يعني توازيه دوش كريو خيان ولعبنا برشا مع بعضنا وكذا كذا، اما وراها برشا مشاكل وجبدت وراها برشا ناس وعملت برشا حزازيات، هذه بالحق معناها دون سو سونس لا ما نحبهاش تصير. كيما قلت لك معناها نحن اكثر توندونس نركحوا الجو، عرفت سورتو هالجوارات هذوما لي سامبول اللي لعبوا برشا في ليكيب ناسيونال مش كان في الجمعيات، بتاع عرفت الناس الكل كان خاطر كي لازمك تكون متاع الناس الكل، معناها نشوف انه لازم تكون مع الناس الكل. تشوف اليوم الانفلونس تاع الكلام هذا والكلام اللي يتقال، كان يتطرح موضوع زياد باش يشد مثلا في ليكيب ناسيونال تو تلقى فئه كبيره تقول لك لا، صحيح. اون جروند بارتي خاطر الحكايه هذيك مازالت جديده، وبعدين على خاطر يتكلم برشا ولا يقول مشاكل برشا ولا يطرح مشاكل برشا. ديك علاش هذيك علاش ما يلزمش بعض الناس تتكلم كيما الجمهور، خاصه الملاعبيه ما يلزمش تتكلم كيما الجمهور، ما يلزمش تفكر كيما الجمهور نحب ونكره، مش تكره تو الجمهور هو نفسه ساعات يتناقض، مع ان تلقى واحد يتواليست في الدم ولكن عنده صاحبه اللي يتفاهموا اياه على الاخر مكشخ موجوده راهو في حالات ما نحكي لكش. لو انت لويه انت حسين وليد العار اصحاب الروح بالروح، اي يقولوا موجود بالروح بالروح، وذاك هذاك او تقول لي سلموا عليه. جو خويا هذاك معلم هذاك حبوا على الاخر جو بصراحه فما ربي، هذوما زوج صحاب مثلا ولكن كل واحد مع الجمعيه الاخرى يكره الجمعيه الاخرى ويحب جمعيته نتاع الاعماء نتاع الاعماء، بورتون مسؤولين في الجمعيه. انا نحب صحيح. ونتمنى الاسامي الكبيره ما تشعلش النار وما تدخلش في المتاهات هذه، وتحاول قدر المستطاع تريض الامور وتريض الامور، خاطر كلنا عندنا اصحابنا مكشخي، وزياد هو اللي عنده اصحابه مكشخي، عنده اصحابه مكشخين على الاخر. راهو زياد نعرفوا الكلام هذا مليح مليح، راهو اني نقوله لك واللي ما معناه يخسرهم على خاطر قال الكلام هذاك بار اكزومبل، بو امبورت اللي برشا فئة في في الجمهور الاتوال شيخت وعملت جو ولقات علاش تحفل مثلا. صحيح. فهمت؟ والناس كلنا نعرفوه الكلام هذا، معناها عرفت انا حسب رأيي ما حقاش صارت وقع. نحكي شوي على منتخب زبير، تشوف هل انه منذر هو الانسب اليوم لقيادة المنتخب؟ والله او ديبار بصراحة بصراحة جافي هكا شوية ما نقولش مش تحفظ اما دوت صراحه، كي شفت لي برومي ماتش نتاع الكبير خاطر نعرفه من برين بيريود ولا شريط لي توال هو معايا عرفت،
سان تري بون تكنيسيان. اما شنو هو موضوع الملاعبيه في جيرون في الجيستيون تاع الملاعبيه عنده شويه هكا يقرا حساب الملاعبيه اكثر من لازم. وقت اللي فهمتك. لازم ساعات تسيطر انت ما يسيطروش هما. تحب تقول قولي صحيح ولا لا، تحب تقول اللي فهم لاعبيه شخصيتهم اقوى من شخصيه منظر الكبير ولا مش هذا اللي قصدته؟ لا هو منظر كما قلتها بالضبط معناها يقدر برشا الملاعبيه مش يخاف، مش يخاف. ثم فهمتك. فرق، ثم فرق معناها لعب خاطر منظر راهو مش ضعيف شخصيه، هذه سي سا لو بروبليم، مش ضعيف شخصيه. سي ان تري غرون تكنيسيان. علاش مش ضعيف شخصيه؟ خاطر يقنعك، يحطك قدامه كجور يقنعك بالفكره اللي يحبك تعملها. وقتاش يولي ضعيف شخصيه؟ وقت اللي ما ينجمش يقنعك بالفكره في الكوره. منظر يقنعك، كان تري بون تكنيسيان. وعنده مشكل البنك، عنده شويه فيه مشكل، هذا نعرفهم اني من البيريود اللي عشتها معاه. ولكن اللي شفته بصراحه في الانترناشونال في لي دو ماتش الثلاثه ماتشات اللي لعبهم، فكره واضحه، ملاعبيه يحاولوا باش يطبقوا فكره وصلتهم من الستاف تكنيك. ما فهمتكش، عجبتني قلت لي على عنده مشكلة في البنك زبي، اش معناه؟ يبانيك ان بو في جيرونس تاع الماتشوات، فهمت. عرفت وقت اللي تبدا الامور داخله بعضها وقتها. ولكن ما شفتش هذا في الكنسنال بصراحه، الى بروغريسي في البيرود اللي بعدها ما جيناش بشكل كبير برشا. تيست كما نقولوا حقيقي يا زبي، ما لعبناش ماتشوات كبار، لعبنا مع غينيا وليبيا. يعني حكمت لك على اللي لعبهم، اللي لعبهم فيهم فكره واضحه في الكوره، لي تريونجيلاسيون وكيفاش يدخلوا من الجوار اللي جايين من تالي وكذا كذا. فما حاجه لعبنا فيهم شويه كوره على فكره، بو امبورت لي زادفيرسير. خاطر لعبنا تقول كويس. ليبيا، رد بالك، رد بالك، ليبيا افيك بوكو دو ريسبي قبل الماتش. انا بجودي قلت سافا تيتر ماتش تري ديفيسيل، خاطر نعرف الريفاليتي اللي بيناتنا ونعرف الكاليتي اللي عندهم، وهما ديما ليبيا ضدنا يعرفون دي تري بون ماتش. وتنساش الكواليفيكاسيون تاع الكوب دي موند في اخر الكوب دافريك والكوب دي موند اللي في اخر ماتش عذبونا 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 0-0 وعذبونا بالكدا معناها. دونك ديما عندهم دو تري بون زيليمون القدام والهوني وغيره وغيره، سي تري بون ايكيب راهو مش خايبين. تكنيسيان بقينا ليبيا ماركينا لهم فيسا والطقس عاوننا بالكدا بالكدا عليهم، عرفت. دونك معناها البريود اللي شفناها الى حد الان انا حاسب رايي بدلت رايي بالكدا بالكدا في منظره، اقنعني وان شاء الله يكمل وكاو نفلح له على والجيناسيون الاخر. على باهي، الاخر فما خاطر تعادل عندنا ملاعبيه في المنتخب، الجيناسيون هذه فيها برشا ملاعبيه باهي. المشكله ديما مش في الملاعبيه، راك تحكي على تونس بلاد كوره، المشكله في كيفاش تركبهم مع بعضهم وكيفاش تتعامل جيستيون معاهم. ضعيفه كثير، وراك عندك دي ديسيزيون استراتيجيك باش تاخذهم، نوتامون الجارديان، دي ديسيزيون كبار برشا، شكون اتاكون شكون جول، مازالوا دي بوان دانتيروغاسيون كبار. راهو رد بالك جارديان مش واضح اليوم، فاروق اليوم هو توا فاروق يا توجور دو لا كونكورونس، وكبيره برشا. بن شريفي عمل ماتشات كبار في الكوب دافريك، دخل رجع على الصوره، معز حسن تخبى شويه يعني فما كونكورونس. هو لا ترونشي بور فاروق سي كلير، اما كوميم تقعد ديما ان ديسيزيون استراتيجيك استراتيجيك. الجول ما نبدلوش كل ماتش، الجول يهوش وزير، عرفت. دونك معلول صحيح. عمل الغلطه دي في الكوب دي موند، راهو بلبولي لاخر دقيقه، بعدين ولا بمعز حسن، بعد تضرب هذاك فاروق وتضرب فاروق وتخلي معز حسن تضرب معز حسن، اضطرينا جيس عاد للبلبولي. ها في الكوب دي موند تحكي، مش في الكوب دافريك. كوب دي موند نفسها عاودناها نفسها في الكوب دافريك زاد. في الكوب دافريك صار ما صار، بعد ما حبش يخرج وحكيت على كل الاتاكون زاد ميزيل، فما دي شوالي نجم يكونوا اخرين. عندنا مشكله، اكبر مشكله نصور ذيك قلب الهجوم تو. اي نحكي لك معناها فما دي شوا فير معناها مهم سهلين قدام. اما باش تلعب يوسف المساكني ولا باش تجيب فرجاني ساسي وامين بن عمر ولا ما نعرفش يعني الصخيري ولا معناها حاجات تولت بليسك بديهيه معناها في دي بوست معينين. عندك مرياح سي مرياح، ما فيهاش تفلسيف برشا، عندك مرياح يزمو يكون موجود، مرياح يكون موجود معناها.
اي فهم دونك لاعبين واضحين، او كيما ديلان، علي، صحيح مرياح، فرجاني بن فما عمر. حاجات واضحه ما فيهاش شيء معناها، فهمت؟ اما فما دي ديسيزيون كبار بروندر، صحيح. وديما راهو ليكيب ناسيونال التعامل معاها مش كيما التعامل مع ليكيب، تشوفهم بور اون بيريود دو 3 4 جور بور افوار ان ماتش دو كومبيتيسيون او بو دو 4 جور، جاي كل واحد من بلاد، كل واحد بيتا دي سبريزمك تركبهم وتحط البازل فيسع فيسع يركب على بعضه، كولورات وموزيكا ودنيا كل. دونك ديما ليكيب ناسيونال الكل هاروس، كل هاروس، تجاري اللي على البنك وتجاري اللي مش ينزع وتجاري مالا مالا، علاش انت سيليكسيونور؟ خاطر سي فريمون حكايه ما هي سهله بكل بكل، ولات الخدمه بارشا ديستانس، معناها تتبع تعمل سويفي نتاع الماتشات ونتاع لي زونطريمون نتاعهم ونتاع لي تا فيزيك نتاعهم ومونتال ودرا شنو، شكون عمل شكون ما عملش، شكون قاعد يلعب وشكون مش قاعد يلعب. ومنظر الحقيقه وحتى لي مانيير راهو في الفيديراسيون وتور دو ليكيب ناسيونال تحسنت بارشا على البيريود اللي لعبناها احنا. الحقيقه فما برشا خدمه صايره في الكوتي تكنيك وادمينستراتيف وهكا وأورغانيزاسيونيل وكل شيء، تحسنت برشا امور الحقيقه. ودي من جديد رئيس الجامعة زبير، سؤال في زوج سؤالات، هو كيفاش تقيم 8 سنين اللي تعداو، وهل تشوف انه الشخص المناسب اليوم في المكان المناسب؟ هو على كيفي ولا مش على كيفي، ولا كيفك ولا مش على كيفك، غصبا عنا اليوم هو لوم اون بلاس اللي مالجري الانتقادات اللي انتقدناهم له العالم الكل والاغلاط اللي عملهم هو في وقت ما واللي تحسن منهم، لانه يعني مش وديع الجري اليوم نتاع 2012 نعم. البيريود الاولى كان يخدم روحه مع جمعيات على حساب جمعيات، توا بليزو موان شد الوسط راهو تحسن بالكدا بالكدا، وديع جري في التعامل توا بدا يشد الوسط، بدا يفهم اللي البوصله لازمها تتنحى منها الحكايات هذه نتاع اعطي هذاك رضيه واعطي هذا يرضيه، راهو كان واقع. اسمعني، جو قال لك روس موصلي يا زوبا، شنو يقصد؟ روس مصلي، انت قلت روس لي كيف مصلي، اسمي روس ولا شنو؟ كلها روس. لا برشا روس برجولي، يعرف عادة جو عايش اللي كيف مشينا على جو عايش دي حاجات يا لطيف. جو فما مرة واحد مصري قال له تتذكر يوم عملت هيك طيحتني، المصري يحكي للجو يحكي له كيفاش جو عمل فيه، شكتلنا بالضحك ما عرفش فانا ما جبني المصري، قال له ما عرفتنيش انا اللي عملت لي هكا في المنزل، وجو عمل له هكا خطه للتوش وقت اللي عمل له هكا شوفوا الاخر بتعدي في الطريق عاد عجبتني يذكر فينا، قلت أعطاك تذكر منك جو كومنتير عمل قبل فيه ما تكون جوا. جوار مصري يعني، تاني نسيت اسمه ما نعرفش جو يتذكر ولا نسيت اسمه، مقتل ضحك عليه. زبير، خلينا نسألك شوية أسئلة مع عند العبيد. نبدأ لك تفضل. بلال العلويني وأيمن التومي، الزوز سألوا نفس السؤال. هذوكم الله خير، هذوما زوز اخواتي هذاك، علاش برا قول ما جاش. نفس السؤال، علاش بالسات تلعب؟ والله ورثته على نجيب البريقي، لقيته هو لو نيميرو بلوز او موان ديسبونيبل، وباش عملت شويه ليدونتيتي نتاعي، وبعدين ولا كيما البورت بونور عرفت، وليت مشيت في الطريق هذاك، ما انا عرفت من الاول تقول عليه تنجم تقول هذاك النيميرو اللي لقيته، وبعدين بصراحه لقيته مزهر، مش يقول لك اكثر من فماش هكا حاجة تسال. معناها هكا ولا هكا. لا 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 باهي، دليل أحمد قالت لك أنت تقعد ديما أحسن جوار تونسي. أما لا هي قالت رأيي هي. ما هي هي هي. أما علاش ما خممتش في كارير تاع أونترينور بعد ما كملت؟ والله هي دليل على خاطر الخدمة هذه هي الوحيدة اللي ما اقتنعتش فيها بصراحة، من كثر ما شفت في الكورة وعشت في الكورة حسيت انه اضعف عدو، فعلا اضعف واحد لونترونور سي لو مايون فابل. ولو تلاحظ من الخدمات القليل في العالم اللي مصيرك مش بيديك انت، مصيرك بيد الاخرين، نجم تريني وتعطي التكتيك وتحضر البسيكولوجي والفيزيك والدنيا كل، واما الملاعبين هما اللي يعملوا، ينجم البيلانتي يشوتها في السماء تطرد انت، ينجم الكرة تضرب على البارة والاربيتر يعطيهم بيلانتي تطرد انت، ينجم الاربيتر ينحي لك بونت وتطرد انت، ينجم المسؤول يتخنق يضيق عليه الخناق ينحي لونترنور يبدله، قال شنو رجع نفسية. دونك سي تان بولو اللي ما اقتنعتش فيه بصراحة، ومن نهار الاول ما فكرتش فيه، وبيان سور بعدين بشوية بشوية تخلق لي الفولي الاخر نتاع التحليل، ملاني صغير راهو نحلل، مكتفي ملاني بديت نحلل واني نلعب. بعد ما كملت لي طوال 2005 عملت 2006 و2007 تشامبيونز ليج،
على الاي ار تي وقت اللي كانت الاي ار تي، كنت نمشي للاردن نحلم معاهم، دونك دوب ما كملت الكوره مشيت للتحليل راه، وقعدت نلعب في مساكن هاك العوام الاولى اللي رجعت فيها لمساكن 2006 و2007 و2008 وين نحلل في الاي ار تي، ونمشي للاحد الرياضي نلعب في مساكن نكمل الماتش نمشي للاحد الرياضي. دونك تحلي الباب هذايا ولا الباب الاخر مسكر بطبيعته، فهمت؟ الحقيقه ما اقتنعتش فيها كخدمه، فهمت؟ وسي تان شوار او في الاخر عرفت، رغم اللي برشا ناس يقولوا لي شبيك ما ترانيش، شبيك ما ترانيش، تنجم تراني وتنجح، تعملها الشهاده وخليها فوق منك على ما تعرفش على الوقت. الحقيقه ما نجمتش وما اقتنعتش. علاء سيا يحب الكلوب هذا، قال لك شكون ترى سبب في توتر العلاقه بين الاتوال والكلوب بعد ما كانت احسن ما فهم؟ وي جو بون بيريود ما كبيره يظنش برشا اللي متوتر بعد ولا شخصيه اكسبيرونس. متطور. لا لا سي، لا ما نتصورش اللي فما حد وراء التوتر بقدر ما هو ريفاليتي، عرفت؟ نورمال راهو دو كلوب هذوما يعيشوا بالتيتروات، ربحتني وهزيت عليا تيترواتك وربحتك هزيت عليك تيتروات، دونك تخلقت الريفاليتي تخلق راهو شويه المشاكل ومسؤولين وقت اللي ما ينجموش يكونوا صحاب هما زوز يلعبوا على التيتر. بتيتر كانوا صحاب وقت اللي فتره هذاك بعيد وهذاك يلعب على التيتر، كيما صحيح البيريود 94 و93 احنا نلعبوا في فتره صعيبه، والكلوب الكلوب ما شاء الله يا اخويا جمعيه يا لطيفولتو يا لطيفولتو. يعني بالحق معناها وقت الكلوب جمعيه تتحب ما نحكيلكش يا راجل، جمعيه فيها كل شيء كل شيء، الكورجيه القلب الجمهور يا لطيف، جمهور يربح وحده الحقيقه. دونك بعدين كي تولي الزوز يلعبوا على التيتر صادوني شويه مشاكل ريفاليتي دي ديكلاراسيون هنا وغادي، ظهر لي من وقت اللي تحصر التيتر بين الاتوال والكلوب وقتها ولات شويه الحزازيات كبرت اكثر من اي وقت، وبعدين رجعت الريفاليتي وكاو عرفت، اما سي تو تافي نورمال. باهي او بوان غابري قال لك اقوى ماتش لعبته مع المنتخب. اقوى ماتش والله ثم ماتشوات، اما جي ماجين اقوى واحد هو نتاع مصر اللي ذبحناه في الكوب دي موند، اللي جو شد المصارره وعمل ماتش مزيان على الاخر، والكيب الكل الحقيقه عملنا انتري جرون ماتش وقت اللي مصر بصراحه نشوفوه على الورق اقوى منا برشا، اقوى منا برشا معناها في البيرود هذيك، اما عرفنا كيفاش عملنا ماتش كبير وربحناهم، وبيان سور المنزه معدي ورمضان وفرحنا الناس بطريقه غير عاديه نهارتها، تقعد بيان سور في الميموار ويقعد ماتش كبير برشا، وبعد 20 عام مشينا الكوب دي موند راهو 20 عام، ولي جينيراسيون اللي تعدى في على تونس بن يحيى وغيره راحوا بجمعه اي، ودات قلت لك تخلقت سونساسيون قويه برشا فك الماتش هذاك، ورغم المطر ورمضان والمنزه معبي، هذا اخر مره تعبى فيها المنزه زاد من الاخر، مش ما نطولوش في الهدره. بيه صديق قال لك كان يكلمك سريفا ويقول لك ترجع تخدم في الإتوال، تقبل ولا لا؟ وقت اللي كلمني سيريفا نقول لك يا صديق لا لا يا ودي لا 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 لا، تعرف علاش؟ لا على خاطر صار الكلام وصارت حاجات وما صار منه شيء، دونك ما فهمش ثقة، لا هو عنده فيه ثقة ولا أنا عندي فيه ثقة، بكل صدق وبكل بساطة أكثر من هكا ما فهمش، فهمت؟ اما بالحق كان يجي يقول لي هاو باش نعمل مجلس اداره وهما الاشخاص وكل شيء تجي تخدم في البوست البلاصه الفلانيه والبلاصه تناسبني تناسبني، يعني يعني مش نحب معناها على ذوقي، لا تناسبني اللي نعرف نخدم فيها، مش يجي شد تصويره ولا نسكت بيك الناس جمعه من زمان وبعدين، لا سي با سا، وهي مصلحته راه مش مصلحتي يعني. أشرف بركاتي قال لك ماتش اون ديبلاسمون في الأفريق عمرك ما تنساه، نتصور نعرف الإجابة. اللي هي إنيمبا ولا؟ لا فيتا كلوب، فيتا كلوب انيمبا ماتش بون في الخايب، بالحق عمري ما ننساه في الخايب، على خاطر سي تان تيتر اللي تسرق منا بور دو بون، تسرق منا بطريقه خايبه، ممكن انيمبا كانت ايكيب غوله راهو جافو ايكيب مزيانه على الاخر، ولكن حتى احنا كنا ايكيب مزيانه على الاخر، ولكن السيناريو اللي صار تاع بونتو في اللي وصعب علينا تزيري، وبونتو في وبيلانتي في الروتور حرام زقوم وفي وقت صعيب، اي بورتون عدلنا ولعبنا البيلانتيات وخسرنا بيلانتيات، اما جو بونس فيتا كلوب
لي سيركونستانس نتاع الماتش صعيب على الاخر، دومي فينال كوب دو لا كاف، فين بلاش في سوسه مشينا الغادي نسخنوا في وسط الجمهور، واحد يدزك واحد يبصق عليك واحد يبخك بالماء والاخر يعمل لك في الجرانس، ما خلوناش نسخنوا. تصور انت قالك تسخنش للتيران وهم مش نسخنوا لو بتيت اسباس اللي فما كولوار، كولوار لقينا روحنا جمهور يهبط من الجرادان بعدين 100,000 متفرج، استاد نتاع كينشاسا يهز 100,000. مي لا سونساسيون علاش ما ننساهش؟ على خاطر هذاك توسا ماركاو لنا دقيقتي اللعب بلانتي زادك العاده حيله، اي با عندنا كاركتير وعندنا كيب وعدلنا واحد واحد ماركي تاني. لا سونساسيون في الجمهور، انا حطيته البونتو على على الانستغرام، الجمهور وقت اللي ماركي تاني قالوا ما فهمناش روحنا وين احنا تو، هي بارتيش ميتيه، عرفت الفاز كيف؟ فما بارتيش ميتيه اللي هما نتاع ليكيب الاخرى نتاع كينشاسا، وقت اللي ماركينا احنا قالوا هو وعملوا جو. وكل الفيديو على البروفيل نتاعي حطيته على خاطر سي تا مومون ميمورابل، معناها عرفتك اللي احنا ما كناش ميتيه بالسرقه ولا في ديارنا ولا في قهاوينا، هما لا في ستاد هما حاضرين الماتش كيما جمهور الاخر. وقت اللي ماركينا احنا يعيطوا زيطوا هكا ويشجعوا عاملين جو. دونك هذاك ماتش صعيب من الاول وصعيب على الاخر، وبعدين ولا سونساسيون فيه كبيره برشا. لا عملنا برشا ماتشات في الافريق بيان سور، جوهانسبورغ فيها ماتشات كبار برشا، معناها يتسمى اون ديبلاسمون زاد ماتش 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 زامبيا في دومي فينال، حاجه ما تنجمش تنساها من الميموار نتاعك معناها. فولتو لا يتكلم عليك في الكومنتير. نيكولا ما نيكولا سان ميك اكسترا، c'est un ancien footballeur de la génération de l'Inter avec Ronaldo, tous ces mecs-là. Tous mes respects. Un brave type, très gentil, un mec modeste, c'est la classe. Abu Dhabi, c'est un grand monsieur que j'adore. Voilà, je suis fier d'avoir des amis comme ça. Vraiment, c'est un très bon ami qui est Nicolas. Un mec très très bien et que j'apprécie à l'air, c'est pour ça que je parle en français parce qu'il comprend. Je voulais lui passer le message. À la khatr, c'est pas toujours que tu trouves des gens comme ça, hein. C'est pas tous les jours, surtout des grands joueurs. Il a joué avec des grands. Avec Ronaldo suffisant, c'est tout. Youssef.ab, قال لك شنو سبب العركة بينك وبين نبيل معلول؟ سبب العركة بيني وبين نبيل معلول، وقت اللي كنت في الاحد الرياضي وليكيب ناسيونال، مشيت للسيشيل خسرنا في السيشيل، كان ينحل الوقت في الاحد الرياضي، قلت بيان سور مش معقول احنا تونس نخسروا من السيشيل وطيارة خاصة وديبلاسمون، ولازم صراحة لوجي دو ميري يتحاسب. وقتها شوية شعبوية، ما ممكن كان جيت توا ما نقولش يتحاسب، نقول كلام اخر ما فهمت، مي سي فري قلتها وجو لو بونس، معناها بالحق مش معقول تونس نمشيو للسيشيل في طياره خاصه ونخسر 3-1 في السيشيل ونروحوا ما نسمعوا السيشيل عندهم توريزم، ما عندهمش كوره باش يربحونا معناها في الاخر، عرفت ماشي لو لوندومان في الراديو شو اسمه ما نعرفش حاسين شكون كلم معلول، قالوا معلول كيفاش تعطيه الميكرو زبير بي يحكي عليك نسمعه شكون هو؟ علاش تشوف الرد نتاعي كان يعني عملت وعملت 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 بور دير كو عندي الحقوق الكل باش نحكي عليك نسمعه، هذا هو سبب الاختلاف اللي صار بيني ومعلول، وعملت فيديو نتاع ريبليك ورديت وكذا كذا. حسنتش العلاقه شويه ولا ما صارش كونتاكت؟ لا صار بلوجور كونتاكت من وقتها، صار مره عدنان حمد في الار تي تكلمنا وقال لي تو باش تكلم نبيل واحد كلمنا مرتين وثلاثه في قطر، سافرنا مرتين مع بعضنا زادة تكلمنا مي با ما بالنسبه لي يعني معناه اعتبر اللي بالحق معناه هو اللي قلل من معناه اتكلم بطريقه مش
عرفت ماك تعرف، واني الرد نتاعي كان قاسي شويه رغم اني ما سبيتش وما تقبحتش، عرفت على خاطر شدوه برشا ناس وتشمتوا به برشا ناس، هذيك الكوتي اللي ما عجبنيش برشا. مي بون هذا هو اللي صار بالضبط معناه، عرفت بي هذه باش امورو دو ليكيب ناسيونال تقول لك شكون احسن لاعب في ليتوال خلاص تو ساعة احسن ثانية تو. طولت عليك. لا لا مسألة مسألة شيء، شنو قلت لي؟ شنو يقولوا؟ باج امورو دو ليكيب ناسيونال شكون احسن لاعب في ليتوال تو وشكون احسن لاعب في المنتخب تو؟ ايوه هاو السؤالات الباينه يحبوهم. با والله رايي الشخصي برجوليا ليتوال محمد امين بن عمرو بصراحه. وفي المنتخب بالنسبه لليكيب ناسيونال، بالنسبه لليكيب ناسيونال، بالنسبه لليكيب ناسيونال ذكرني في التشكيلة شكون البيرود الأخرى اللي قاعد يلعب برشا وكل شيء. صخيري صاروخ مساكني ياسين ما فرجاني جديري بن قادر عمر مروخ الزديقي محمد أمين بن عمر. ناي جديري بن عمر خويا ميرسي بوكو. عايزك يا سلام، ويعطي التحية للناس الكل أخويا، وكدرنشنا معاكم شوية على الكورة، ربي عرفت فضلك. تحية للجو مصطفى محمد الملاعبي، أو قالك عليه الجو مصطفى محمد ذكرني فيه آه الجو، مصطفى ما محمد. ضحكنا وقتها يا لطيف. إيه أنا نرقوش أسمر شوية وكل شيء، عاتيلو شدوا الجو وعدلوا عشوية في رمضان يا معلم، ما نحكي لكش، يهزوا للخط ويرجع بيه تك 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 تك، والله الجو وبعد جاء يعطيه قال الصحة لي وين والجو. لعبت لي كذا. اي ماني يقدم في روحه، يعرف في روحه للجو، قال لي كده عملت لي هكا في المنشا. يا لطيف يا لطيف، ما نسيبك خويا عايشك على كل زبي. تحية للناس كله، مرحبا بكم هكا شوية بتاع دردشة بتاع كورة. عايش خويا ليلتك زينة. تسلم، الى اللقاء وتصبحوا على خير الناس الكل، سامحوني يا جماعة.